والله لخليكوا تندموا على اليوم اللي انولدتوا فيه، لخليكوا تحكوا وين ايامك يا هتلر. كان حنون، كان نغش، كان ودود. ستالين راح تكونوا تحكوا كان ام حنون ستالين بالنسبه لابو سريع يا كلاب. وهاد اوتفيت السفر، اوكي لبست طقم بيج مع الجاكيت تمام، وبوتس لانه احنا نوصل. نحن اول شيء على تركيا ترانزيت، صحيح في ناس فاهمين غلط، في ناس مفكره اني انا لابسه اخذ لبس صيفي معي على تركيا، وتركيا بلد شتاء. نحن نازلين على تركيا يوم ونص، وبعدين من تركيا على امريكا. فالقعدة بتركيا هي اللي انا مشان هيك لابسه اواعي شتويه مشان تركيا. اوكي سو يلي عملته اني حاطه بشنطتي الكنزة اللي لابسة الثيرمال، اوكي اللي هو بيدفي، وله كنزة فرح ألبسه اول ما وصل على المطار، اول ما وصل على تركيا. وكمان عندي طاقية وعندي جلوفز، لحظة افرجيكم. هاي الجلوفز، هاي الكنزة، بس هاي الطاقية وهاي الكنزة. اوكي سو اول ما وصل رح ألبسهم، ورح طلع الجاكيت من شنطتي حاططه على الوش. خالصين؟ لا لسه في. وبس والله. بس بدي اخبركم انه هاي رح تكون شنطة السفر، سفرة هالسنة. انا ما بحب نوع شنطتي بالسفر، بحب تكون شنطة هيك، شنطة واحدة عملية حلوة بتلبق مع كل الاواعي، فاخترت هاي. وهي اول لبسة يعني انا تعرفتها للسفرة. اوكي كتير مريحة وكتير حلوة، كتير عملية، بتنحمل بطريقتين هيك وهيك. فانا يعني ما بعرف، ما كتير بحب اخد شنطتي معي على السفينة، خلاص وحدة وبتكفي وزود. غيث عنده الفيش اللي بيركب على كل الكهرباء، يعني وين ما سفرنا عنده فيش بيركب على كل انواع الكهرباء، بعدين فينا نحط السشوار على الفيش. ف don't worry. بس يعني بصراحة انت ذكية انك اصلا فكرتي بهالتفصيل، لانه تخيلي لو نحن نسيانين، ومصيبة، انا مصيبة لو ما في سشوار على السفينة. وانا عم بتخيل انا اخر مرة كنت على السفينة جبت السشوار بس نسيت فرشاية السشوار، فاضطريت اشحد. حدا عنده سشوار؟ حدا عنده فرشاية سشوار؟ تبهدلت. نحن نازلين على اسطنبول، ورح نضل تقريبا يوم ونص يومين، يعني رح نوصل رح نقضي يوم، بعدين رح ننام رح نفيق رح نقضي يوم، بعدين اللي بعده رح نروح المطار على الطريق على امريكا. درجة الحرارة باسطنبول 3، وانا شو بكره؟ بكره البرد. كيف بحب الشتاء وبكره البرد، يعني بحس انه لو كان تلج بيهون على البرد، بس بحس انه برد بدون تلج بفوت على العظم. طبعا انا نمت وخربت شعري بس حاولت ما في انه زبطه. حان الوقت الى الذهاب الى حان الوقت الى الذهاب الى المطار. حان وقت الذهاب الى المطار. اي والله لك اربع شناتي شنطه لي انا وغيس. انا شنطه لي، شنطه لغيس. لا تمام. goodbye. ساعدك ساعدك. حالف مزع اللون عشان ما يضيعوا. صباح الخير. بس لا، لازم اتحول اخطبوط انا عشان امسك الشنط كلهم. يعطيك العافيه. ماسك شنطه. يلا برجع لكم معجوق. ليكم احلى الجو اليوم. واو سبحان الله، ليكم السماء احلاها، والعصافير تزقزق زق زق زق. غيث انا
انه العصافير تزقزق زق زق زق. انا استوعبت شو حكيت. بعتذر بعتذر بس انا لازم نام. خليها تنام. والله والله بتضحك. هاي جود مورنينج سير. سؤاد يا جماعة شنطة الإلكترونيات واللابتوب والكاميرا وكل شيء كتير لذيذة بصراحة. حلوة كتير. يلا انت كل التقينة تقلبي تقي تقينة. انا حالي مش تمام يا حبيبي مش بنام. ليك هربوا العصافير. اخوات الواحد بيحس حاله شو ذكي. لا مش كتير. انا كان لازم اخليها تنام. شعري لا تفشلني. يلا وحياة امي تاخرنا. اقسم بالله تاخرنا. وحياة امي وحياة الله تاخرنا كتير. برادر very 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 fast. والله حتروح الطيارة. والله ما عم بمزح. وحياة امي وحياة الله يمكن تروح الطيارة. والله والله باقي ساعة ونص للطيارة يا شباب. انا بدي لسه نص ساعة لحتى اوصل. حبيبي والله عم تضحكي انت بس. والله 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 انه يمكن ما نلحق. والله تذكر اخر مرة قلت لي والله 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 ما راح نلحق. والله يمكن ما نلحق. والله أنا أنا أوكي أوكي بس خليني بلش أتلبك. أوكي يا جماعة سو باختصار يعني بعدين حشرح تفصيل أكثر بس حاليا رايحين على تركيا. شرحت كل شيء عندي. زابة. أنا بتابعوني غير بشرح أحسن. شو بدك تشرح؟ رايحين على تركيا. حنوصل الساعة قلتي لهم هاي؟ ما قلت لهم نحن نوصل أي ساعة. حنوصل الساعة يمكن وحدة. وأي أوتيل حننزل قلتي لهم؟ ما بعرف انا الاوتيل ولا انا. بس اللي بعرفه انه هنقعد اليوم ما عندنا شيء يعني حنتسلى وهيك. فلو بتعرفوا حدا بتركيا خبرونا يعني بلكي بنشوفه كمان يعني. وبكره عندنا اكتيفيتيز. اليوم بدي اعمل شوبينج حبيبي. ما في وقت اليوم. قلت ما عندنا شيء. يمكن تروح عليها الطياره. لا نتفائل بالخير. او ماي جاد بليز. تفعلت. بتعرف اقسم بالله انه يمكن احنا ما نسافر بسببك. ليه انت ما ضليتي نايمه؟ هلا الموضوع مش هون. الموضوع انه رايحين على تركيا يومين. انا اخذ جاكيت فقط لا غير. الباقي كله شو شورتات سباحه. عايش حياه المكسيكو. بحر نهر نفق ظهر عصر أجواء يعني. فإن شاء الله حتعجبكم السفرة. حصور لكم ستوريات. جايب شنطة كلها كاميرات بس مشان أورجيكم الإبداع. يا رب أستخدمهم. كل مرة باخد شنطة فيها كاميرات آخر شيء ما بصور. بستخدم تليفوني وكاميرتي الأصلية يعني بس. بس الأشياء الزيادة لا. بس إن شاء الله هالمرة حستخدمهم. والله شباب والله شكلها حتروح علي طيارة. والله ما عم بمزح. باقي ربع ساعة بيسكر البوابة. ها السؤال القوي. سجل عندك. أنا وسارة وزياد وسارة نور الدين وسارة وأريج مندر وكمال. كمال هو تركيش إيرلاينز. و نور وخالد. نور وخالد. أسامة ونشيط. أسامة ونشيط. أنس وعصالة. نوا وميلا. راح تكون سفرة نار يا جماعة. نار نار نار. أنا يمكن ما حد حكى وأنا أول واحد بحكي بس إنه خلص يعني صرنا في المطار يعني المفروض إنه خلص تنعرف. فا هتكون سفرة جدا جميلة. حنورجيكم تفاصيل كمان كتير حلوة وخاصة المكان اللي رايحينه نحن تاني أشخاص بنروح عليه. ما دين عرفته يعني صار فتحت الموضوع بس يعني أنا يعني الشباب يعني المفروض ما حكوا فانا اعمل حالي انه ما حاحكي بس انتوا خلاص فهمتوا يعني. قالتها عندي مره ثانيه.
مو نحن تاني أشخاص بنطلع على هاي الرحلة لأن على السفينة. على السفينة. افتتح السفينة ميسي. Yes. وسميت على اسم ميسي. Icons of the sea. حنعطيكم تفاصيل بعدين. شيء نار، شيء خطير، شيء خيال. يعني أنا عم شوف على الفيديوهات ما مش مصدق. فما بالكم كده. بس أنا بس أعطوني يومين. هلا رايحين تركيا حنعطيكم هيك حماس. بعدين حنورجيكم. وإن شاء الله يا رب كل واحد فيكم يروح يجرب هاي الرحلة لأن يعني أحلى شيء بعمله في حياتي هي الكروز، هي هاي السفينة اللي بنطلع معها برويال كاريبيان. لازم كل واحد يروحها. أعتقد إني آخر واحد. هاي مش طيارتنا. وين؟ ما في حدا. كمال أمانة أول واحد سكروا. والله سكروا. أنت خليتهم يستنوا في ساعة. لا بس اخترقتها خمس دقايق هم سكروا. شوفوا طيارة الساعة 8:35 هي بتسكر قبل بساعة بالضبط. أوكي يعني الساعة 7:41. شوفوا تعلق إجراءات السفر قبل 60 دقيقة. ما وصلنا. أنا مش قادر أحكي. يا الله وصلنا بعد ما سكرت. كيف يعني؟ لولا كمال كان طرح الطيارة. يلا بسم الله. بسم الله. بلعب رياضة. البوابة مغلقة. شت. لا أنا دائما بتذكر النداء الأخير بس هاي جديدة. هاي نكست ليفل. والله تبهدلنا يا سارة. خدي. حب أحكي لكم إنه جد مجنون طيارة مشاننا. مبدئيا كم حسني هلا عم باخذ أنا من ورا المسبات؟ في زمور عم تسمعوا. يا ثانك يو. يو بي آخر واحد على الطيارة. سارة تأخرينك المرة هيك. أنا اشتغلني أنا جاهز. حاكل مسبات أنا اليوم المسبات. والله لشو البوردنج. هلا أم أي ليت؟ بس سيت نمبر. Thank you. وصلت برو. عالم وصل على المطار قبل الإقلاع ب 45 دقيقة. وين 45 برو؟ أنت صرت برا بالشارع. بقى 10 دقايق على الطيارة. رئيس مو طبيعي. هاي. بكير والله بكير والله. برو كيفك يا مارتو؟ شو بدك؟ واقف على راسي. منزل بعت لك هدية معي. الله طعم سنان. شارك ما أنا قلت له وصيته قلت له ما تنسى مش طعم سنان هذا النايت جارد هذا اللي بيخلي الواحد ينام مرتاح أساس بس أصابعكم يعني عشان هذا حطه لا أيوه حلو شعر ودقن أعطيني شوي لا صار لي يفضع عينك صار بده تعقيم يفضع عينكم لا والله قرفته أقسم بالله قرفته لك شو هاد وسختوه جولة بالحمام هذا النايت جارد ولا مرة جربته بحياتي بس هذا الشيء خطير شوفوا ما أحلاه واو يلا كيف بدي أنا بدي ألبس هاد شو هاد بدي فرشيله سنانه شو هاد شرفك وتصرخ خليك نايم يا رب ما نسمع صوت يا رب يا الله والله سامع الصوت أنا عم بسمع الصوت من هلا والله إذا
هي احلى شيء حاطه منها هلا حاليا هي اللبان حبيتها كثير الحمد لله سيارة صرنا هاي سارة وزياد سارة قرأ الكلمة اللي فوقها قرأ الكلمة اللي فوقها اللي فوق برتقال سارة هاي برتقال مع سجارة مع عشان ورجل للناس نشوف كنا عم نضحك برتقال برتقال يعني برتقال يعني مثل البردقان بعدين طازة طازة برتقال يعني طازة يعني بالانجليزي my butt لا لا طازة برتقال لا طازة بالعربي طازة يعني فرش طازة طازة برتقال استغفر الله غيث ما بيصير يا الله طازة برتقال غيث ما بيسمع غير هيك ما هي طازة يعني طازة ايه بس هن النوع بلي هيك مخل سارة زي كمان طازة برتقال طب ليه عم يضحك ترجمها بالعربي مظبوط هلا اذا حكيتها بالطريقه اللي انت عم تفكر فيها طازة برتقال تفكر كثير اهي جايز فرجيكم شو دائما بيعطونا بالطياره اوكي ودائما بحتفظ فيهم لانه بستعملهم بالسفر مثلا هدول الشنات كثير صغار فرجيكم شو بيعطونا اوكي سو هدول الجرابات الكمبريشن للناس اللي بتنتفخ رجليهم بالطياره مثلا انا بتنتفخ رجلي بالطياره غيس لا صح تمام بتنتفخ رجلي بالطياره كلهم انت قلت لي اخر مره انه يدون والله انا بس اشلح الشوز بعد ما تخلص السفره ونوصل بدي امسح الشوز كثير صعب ستايت هدول الجرابات بيساعدوا على يخففوا الورم كومبريشن صعب والله كيف بيعطوكم جرابات اوكي بيعطوكم ال الاي ماسك بصراحه انا ما بستعملهم يعني ما بعرف نام فيهم بس حالي عم بختنق اوكي في كمان and by the way the brand is Ferragamo brand Santa Ferragamo so it's a nice brand okay so the دات أدنين كان إذا سكر أدنين في الطيارة okay هاي أحلى شيء حاطة منها هلا حاليا اللي هي اللبان حبيتها كتير okay كمان Ferragamo this is nice okay body lotion Ferragamo من مكانه بطل يرجع بودي لوشن ما جربت خليني اجربها معكم او نو بحياتي ما استخدمت بودي لوشن فحبيت انه بالطياره مو بحياتي ما استخدمت بودي لوشن هلا بياخذوا لي هذا المقطع ساره بحياتها ما استخدمت بودي لوشن اوكي ريحته حلوه كثير حلوه والله ريحته كثير حلوه اوكي شو كمان شو معجون اسنان اوكي مع سرشاي اسنان عشان إذا نمتوا تفرشوا سنان وبس والله فأنا أحلى
احلى شيء هي الشمتة، حتى خليت غيث ياخذ كمان واحدة. قلتوا خذوا اعطوني. بس والله اوكي سو الطيارة بلشت تتحرك، يعني بلش الخوف يزيد. الله لا انا ما بحب الاقلاع وما بحب الهبوط، بس سؤال اللي لك يعني اذا في مطبات هوائيه رح يكون في، لانه تركيا حاليا هوا يعني درجه حراره 5 اذا كان في انا حنام اوكي يعني نحاول انه نتحمل يعني الصعوبه. هي والله العظيم والله 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 لو خفت ما رح استنجد فيك. هي والله رح اقعد خاف لحالي، حلفت لا رح خاف لحالي او رح نادي حدا يساعدني اني انا خايفه، ولا رح خليك تسيح خليك وانا بانك اتاك. هي يعني نفسي اصوركم بس هي اول ما تعمل طيارة في اوكي شو هتعمل؟ ماشي خلص ما بده يهتم فيني من نيتو على حاله، هيك بتعملوا بنات. ان شاء الله بشوفكم بعد 4 ساعات وشوي، انا حنام بس اقلع الطياره وروق اسلخ نومي للابد لقيت الشمس بس لا توصل الطياره.